النهاردة ذكرى رحيل أديب نوبل، هو الروائي العربي الوحيد اللي فاز بجائزة نوبل للآداب نجيب محفوظ. الحقيقة نجيب محفوظ كان بيتميز بطريقة كتابة يعني ليها طابع خاص، غير ان هي كانت قريبة جدا من المجتمع المصري ومن الشارع المصري. كان ليه يعني طريقة كده معينة في رسم الشخصيات، لدرجة ان وانت بتقرأ رواية من روايات نجيب محفوظ أو حتى قصة قصيرة بتقدر تشوف ملامح الشخصية من خلال هذه القراءة. نجيب محفوظ رحل زي النهاردة عن عمر يناهز 94 عام، وطبعا من أبرز أعماله أولاد حارتنا بين القصرين، قصر الشوق، زواق المداء، حديث الصباح والنهاية والمساء، بداية ونهاية، المراية، وغيرها من الروايات اللي اتحولت معظمها يمكن لأعمال سينمائية وتلفزيونية، كمان لي يعني قصص قصيرة متعددة زي بيت سيء السمعة وهمس الجنون والقرار الأخير. تعالوا نشوف هذا التقرير ونعود مرة أخرى مشاهدي نهاية الأسبوع. صاحب الحوار الثالث والممتع تعلم منه الأدباء كيف تكون الفانتازيا أدبا راقيا وكيف يكتب التحقيق الاستقصائي. في كتاباته كان عاشقا للحارة المصرية وباحثا عن معنى السعادة والحياة، وعلى النقيض كان على حافة الكفر بكل شيء. إنه الأديب العالمي نجيب محفوظ، أول عربي يحصل على نوبل في الآداب. ولد محفوظ في 11 من ديسمبر عام 1911 في حي الجمالية، وسمي باسم مركب تقديرا من والده عبد العزيز إبراهيم للطبيب الذي أشرف على ولادته التي كانت متعسرة، الدكتور نجيب محفوظ. التحق محفوظ بجامعة القاهرة وحصل على ليسانس الفلسفة، وعمل بعد تخرجه سكرتيرا برلمانيا في وزارة الأوقاف، ثم مديرا لمؤسسة القرض الحسن في الوزارة، وانتقل للعمل في عدة أماكن حكومية، وكان آخر منصب حكومي شغله هو رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للسينما من عام 1966 إلى عام 1971. تقاعد بعدها ليصبح أحد كتاب مؤسسة الأهرام. بدأ نجيب محفوظ الكتابة في منتصف الثلاثينيات، وكان ينشر قصصه القصيرة في مجلة الرسالة، ثم نشر رواياته الأولى عبث الأقدار، بعدها نشر كفاح طيبة، ومنذ عام 1945 بدأ خطه الروائي الواقعي الذي حافظ عليه في معظم مسيرته الأدبية برواية القاهرة الجديدة، ثم خان الخليل وزئاء المداء، وكان قد توقف عن الكتابة بعد الثلاثية، ثم بدأ نشر رواياته الجديدة أولاد حارتنا في جريدة الأهرام عام 1959، ثم ملحمة الحرافيش. تحولت الكثير من أعماله إلى سينما ودراما ومسرح. كانت ثلاثيته بين القصرين وقصر الشوق والسكرية التي كتبها في خمسينيات القرن الماضي، واعتبرها اتحاد كتاب العرب أفضل رواية في تاريخ الأدب العربي، سببا رئيسيا في وصوله للعالمية وفوزه بجائزة نوبل في الأداب. في أكتوبر عام 1995 تعرض لمحاولة اغتيال على خلفية تحريم رواية أولاد حارتنا واتهامه بالكفر والخروج عن الملة. حصل نجيب خلال مسيرته الأدبية على عدد كبير من الجوائز، منها جائزة الدولة في الأدب عن بين القصرين في عام 1957، ووسام الاستحقاق من الطبقة الأولى في عام 1962، وجائزة الدولة التقديرية في الآداب في عام 1968، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى في عام 1972، وقلادة النيل العظمى في منتصف الثمانينيات. ثم توجت مسيرته الأدبية بجائزة نوبل في الأدب عام 1988. وفي 30 من أغسطس عام 2006 رحل الأديب العالمي عن عالمنا، تاركا إرثا عظيما من الروايات والقصص الأدبية المعبرة عن الواقع المصري، والتي ترجمت إلى عدد من لغات العالم المعروفة. عمرو موسى، نهاية الأسبوع.